وللحديث عن الحملة الإغاثية التي قامت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في الأنبار، معنا من هناك المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا. بداية، هل وضعتنا في تفاصيل هذه الحملة وأهميتها، ولا سيما في شهر رمضان المبارك؟ نعم، في الحقيقة تأتي هذه الحملة في مناسبة شهر رمضان المبارك. كانت هذه الحملة إجابة لحاجة ومناشدة العائلات النازحة من جبهة الصخر. هذه الحقيقة العائلات الموجودة في ضمن نطاق محافظة الأنبار تتمركز في منطقتين. في المنطقة الأولى هي في منطقة الجابز، حيث يسكن في هذه المنطقة وفي منطقة الجابز مجموعة من المخيمات العشوائية ما يقارب من 1250 تقريبا عائلة من عائلات جبهة الصخر. هذه شملتهم جزء، شملت هذه الحملة شملت جزءا من هذه العائلات، تقريبا 350 عائلة قدمت المنظمة المنحة المالية لهم في المجموعة الأولى والمرحلة الأولى من هذه الحملة في هذا المكان. والمكان الآخر والقسم الثاني من هذه العائلات تقطن في مخيم أو مجمع دور واطئة الكنفة في منطقة الحبانية. فتوزعت الحقيقة هذه، كان عددهم 50 بالمجموع، واقع 300 عائلة نازحة من عائلات الصخر تم شمولهم بهذه المنحة المالية التي قدمتها. دكتور، من خلال مشاهداتكم كيف تقيمون أوضاع النازحين في مخيمات العامرية بالأنبار؟ الحقيقة يعني وضعهم يزداد يعني سوءا وحاجتهم تزداد مع مرور الزمن، ولا سيما في خلال شهر رمضان المبارك. حاجتهم كبيرة ومعاناتهم الإنسانية صعبة، بمرور الوقت تزداد معاناتهم، تزداد حاجتهم، و يعني هم يعانون منذ أكثر من يعني 8 سنوات وهم في مخيمات النزوح هذه من دون ان يوجد اي حل لهذه المعاناه. وهم كان مطلبهم الرئيس هو اعادتهم الى مناطقهم، سكناهم في منطقه جرف الصخر التي هجروا منها قسرا ولا يسمح لهم بالعوده. فهذا يعني يزيد في معاناتهم حقيقه حين يتذكرون مناطقهم، مناطق سكناهم، ولا يستجيب احد، ولا يمكن لاحد ان يعيدهم الى مناطق سكناهم. هذا كان هو السبب الرئيس في زياده معاناتهم. فضلا عن معاناتهم اليوميه في الحقيقه التي هي تتعلق بالجانب الانساني من حاجتهم لمقومات الحياه في هذه المخيمات، مخيمات النزوح. لذلك اصبح من الضروري استمرار هذه الحملات والمساعدات التي تقومون بها، وخاصة في مناسبات مثل شهر رمضان المبارك وحاجة الناس في هذه الأوقات لهذه المساعدات. بالضبط بالضبط بالضبط، يعني هذه، وبالحقيقة من هذا المنبر أدعو الجميع المحسنين والمنظمات الأخرى للتوجه والمسارعة إلى إعانة هؤلاء الناس. فمهما كل يعني مهما نقدم له وما تقدم له المنظمات الأخرى، الحقيقة هذا لا يسد يعني الا جزءا يسيرا جدا من حاجتهم ومعاناتهم هذه التي طالت في هذه السنوات الثمانية خلال مده النزوح. فلا بد يعني بالحقيقه من استمرار في دعمهم والتواصل معهم للتخفيف من معاناتهم التي يعني يمرون بها. أشكرك جزيلا المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.